أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنجينا موسى ومن معه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون صدقت يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.